نفسي بشد حيلك معي أنا سما. من الطبيعي إنه يزداد الضغط على المرأة اللي جابت مولود تاني، لأنه مسؤوليتها بتتضاعف وبتتعقد، وبيبلش الطفل الأول بغار من الطفل التاني بسبب تركيز اهتمام الأهل وخاصة الأم على المولود الجديد. وبنفس الوقت الأم نفسها بتكون ما لها متعودة لسه على الطفل الجديد وما لها متأقلمة مع الوضع اللي صار فيه عندها ولدين بدهن كتير من الرعاية والاهتمام. وبين إنها ما لها متعودة على حياتها الجديدة وبين طفلها الأول اللي عم يغار ويعمل لها مشاكل، بتوقع الأم بحيرة ممكن تسبب لها ضغوط نفسية تأثر عليها وعلى الأطفال. طيب شو الحل؟ أول شيء بدها تكون الأم متوقعة أنه طفلها الأول وبسبب إحساسه بتراجع الاهتمام فيه رح يرجع لبعض العادات السيئة أو اللي أصغر من عمره، مثل البكاء والصراخ والتبول بالتخت أو بالتياب أو غيرها من التصرفات. توقعها لهي التصرفات رح يسهل التعامل معها. بدها الأم تحاول تتماسك، يعني تضل تعامل الطفل الأول بنفس الطريقة اللي كانت تتعامله قبل ما يجي الطفل الثاني، مشان ما يحس الطفل إنه الوضع تغير ويربط التغيير بوجود أخوه أو أخته، وهذا الشيء بيسبب له قلق وغيرة. أكيد هذا الشيء مو سهل، بس بيبلش تطبيقه من توزيع الوقت بين الطفلين، يعني ما يكون الوقت كله للطفل الثاني بس، وضروري يتعاونوا الأب والأم بهذا الموضوع. يعني بالوقت اللي الأم مشغولة فيه بالطفل الجديد، الأب عم يهتم بالطفل الأول ويتناوبوا الأدوار. هذا الشيء رح يبني ثقة عند الطفل الأول ويريحه. من أهم الخطوات اللي بتخلق جو مريح من الأم وأطفالها هو إشراك الطفل الأول برعاية أخوه الجديد أو أخته. هذا الشيء بيجي بعد مرحلة من تعريف الطفل بهوية المولود الجديد، يعني يعرفوا أنه هاد أخوه، مثل مو فلان أخوه لبابا وبيحبه وفلانة أخته لماما وبتحبها. وهيك مندخل الطفل الأول لعالم المولود الجديد ومنحسسه أنه هو شريك برعايته والاهتمام فيه من خلال تصرفات وطلبات بسيطة، مثل أنه يمسك القصة لأمه هي وعم تقرأ حكاية للصغير، أو يقرأ هو الحكاية، أو يروح يجيب الحفوضة. هيك بيحس الطفل أنه هو مشترك برعاية الكائن الجديد بالبيت، وبالتالي بيشعر أنه بيخصه وبيعني. وكمان ضروري الأم تضل تخبر الطفل الأول أنه هو كمان كان هيك صغير وكان هيك يعملوا له وهيك يهتموا فيه. هذا الشيء كمان بيخفف من غيرته. مو بس بهيك، لازم يأكدوا له دائما أنه هن بيحبوه وما يخبوا عنه رعايتهم بالمولود الجديد أو ينكروا حبهم له، لأن ممكن الطفل يكتسب يلي عم بيقولوه الأهل ويعتبر أنه عدم محبته للطفل الجديد هي شيء طبيعي على اعتبار أنه أبوه وأمه ما بيحبوه أو هن هيك بيقولوا. إذا بتطبقوا هاي الخطوات البسيطة رح تشوفوا أكيد تغيير إيجابي بسلوك الطفل الأول مع أخوه الجديد أو أخته، وهذا الشيء رح ينعكس عليكم وعلى نفسيتكم وبيخفف من التوتر والقلق تجاه الوضع الجديد. تذكروا أنه غيرة الولد الأول هو سلوك صحي وطبيعي وبيدل على وعي الطفل وإدراكه للتغييرات اللي عم بتصير بمحيطه، ولازم نحن نراعي رفضه لهي التغييرات ونساعده على تقبل الوضع الجديد، لأنه الطفل كمان بيكون مضغوط ومتوتر وحاسس بالقلق. تبسيط الأمور هو الأساس بحل هي المشكلة. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.